صباح الخير يا حبايبنا. وشوف شنو اليوم، شوف اليوم الاختراع اللي طبعا سكرنا على مود الثلج. هلاو هلاو، شلونكم؟ خلنا نوريهم، تعالوا شوفوا الثلج، شوفوا الثلج، شوفوا الثلج، شوفوا الثلج. واحنا الكريزي وين قاعدين؟ قاعدين داخل قاعد نتريق. وشوفوا هاي بعض من جنون وعد وزوز. وهلا حبايبنا، شو اخباركم؟ واليوم شوفوا شنو سوينا. اوكي خليني اوريكم هاي اللي سويناها، اللي هي الباذنجان على طريقة اللبنانيين، كلش حلوة وتخبل، يعني اريدكم تجربونها صراحة. باذنجان شويناه، حطينا عليه رمان، فليفلة، بصل، نعناع، بعد شنو خليت؟ الشيف هنا ليمون وزيتون، وليمون وزيتون، فليفلة خطرة ما عندي، خليت فليفلة حمراء، بس انا ما سويت صفرة، اي ما سويته مثل اخواننا اللبنانيين يقصصوه ناعم. زوزي يمكن تقصصه ناعم، انا بسرعه قصصته كبار. اوكي حبايبنا، قبل لا نكمل هذا الفلوج لا تنسون تشتركون بالقناه وتسوون لايك وشير الفيديو بين احبابكم. يلا تعالوا معنا. هلا. راح نسوي يوم في حياتنا، هذا يوم شنو اليوم؟ هذا السبت يوم راح ننظف القنفات. ايه يوم السبت عندنا اليوم التنظيفات، تغيير الفرش، قصه هدوم اريد اطبقهم انا. هاي راح نفتحهم طبعا، ها، حتى نخليهم بالغساله. بس قبل لا تفتحهم شنو لازم تقول لهم؟ لا تنسون تشترك بقناتنا وتتابعونا على الانستغرام واليوتيوب والتيك توك وسوون لايك، سوون لايك وكتبوا كومنت ان انتم من وين اجيتوا. روحوا زوروا الويب سايت مالتنا www.promiros.com وشوفوا الزيت اللي سوته زوزو، اللي هو يساعد على تغذية الشعر، يحفز نمو الشعر، يطول الشعر ويقلل من تساقط الشعر بنسبة كبيرة. ويلا نبدأ هذا الفلوج. اوكي هسه خلينا نشيل كل شيء. طبعا من نشيل نفتح هذين. اوكي احسن طريقة تسدوها، ما تخلوها مفتوحة، زين سدوها حتى ما تخلوها بالغسالة ما يدخل بها شيء وما يخرب السحاب. مو ما يخرب، شنو يصير؟ الشعر وما ادري شنو شغلات تجي تعلق هنا، بعدين السحاب خاف يخرب. يا احسن سدوها، خلوها، نشيل الثانيه. اوكي قبل اشيل الثانيه اوريهم هاي شنو رايك؟ هاي مالتنا، هسه تشوفون شلون راح نستخدمها. هاي تغسل وبنفس الوقت تنشف، سو يعني ما يحتاج ان احنا هذا الكبار نخليهم بالغساله. بس الباقي طبعا هاي منا هيك منا نسويها بال. طبعا هاي القنفات الصراحة فلوسها بيها، هاي راح تصير السنة الرابعة وما تغيروا ولا خربوا هذيل الماترس مالتهم، يعني بيرفكت الصراحة مثل ما تشوفونهم. وحتى أي شيء يتوسخ عليها يطيح على طول تقدرون تغسلونها أو تمسحونها بال يعني ماي ووصلة وذات ست. يعني رهيبات والله، جد رهيبات. شوفوا هاي مصاصة هاي منها أنا بعدين تتخيطيها. ايه هاي طبعا الأولاد شقوها، هي طبعا يمكن إذا أوديها إلهم راح يسووها لأن ما أخذ ضمان بيها أنا. بس ضمان هاي السنة الرابعة، ضمان سنة ولا شنو؟ ما أدري يمكن خمس سنوات. هدول لازم خلينا نشوف، عندي إياها الأوراق. هسا خيطيها بيدك أروح لهم. هسا أنا جبت السيرة؟ أرجع أنا جبت أنت، أنا هسا أسويهم. أنا أدور مشاكل. أنت تدور مشاكل. سو يلا هسا، وهذين شو راح أسوي فيهم المخدات؟ راح نغسلهم؟ طفن همه. أوكي. بالماكينة. سو المخدات راح تتنظف بالماكينة. انا عندي هنا السرير، شلت الشراشف طبعا توي خليت هذا، باقي الكفر، هذا الكفر هم الشرشف وكلش احلى هيجي الكفر يكون بكفر، يعني تشيلونه ويكون حشوه. نفس الشيء هاي عندي المخدات وهسه راح ارتبها معاكم. طبعا حبايبي دائما تسالوني على الانستغرام والتيك توك شلون تنظمين وقتك بين الشغل، بين اني اسوي محتوى
على السوشيال ميديا وايضا بين اطفالي وهذا كله. فلذلك سويت لكم هذا الفيديو. تقريبا انا كل اسبوع لازم اغير الشراجف، شراجف غرفتنا، غرفة الاولاد، ويكون تنظيف بهذا الشكل مع تطبيق الهدوم. يعني هذا يوم كامل بس اني اطبق الهدوم مع تغيير الشراجف. دائما اكون انه يوميا اللي هو التنظيف الخفيف، بس دائما التنظيف العميق اخليه بالويك اند مثل هذا اليوم مثل ما انتم شايفين، لان الاولاد يكونون قاعدين بالبيت فما عندي وقت اكثر اني اشتغل، فدام هم موجودين فانظف بهذا الوقت، نطبخ، نسوي شغلات يعني. فتشوفوني انا اكثر شيء ما احب الصراحه اطلع، لان شغلنا يتطلب من عندنا ان نكون موجودين بالبيت كصناعه محتوى. نكون لازم موجودين بالبيت، نسوي لكم فيديوهات على التيك توك، على اليوتيوب. بس ان شاء الله بالصيف قرب وراح نطلع لكم وصور لكم فيديوهات جميلة وأماكن نكتشفها وياكم مثل السنة اللي طافت اللي بعدها مو شايفهم فيديوهات القديمة أو يريد يعرف معلومات أكثر وطلعات أكثر عن ميشيغان، فشوفوا فيديوهات القديمة اللي موجودة بالقناة. بلش بالتنظيفات، وعد بلش مثل ما تشوفون. مرتين أنا طبعا أنا من أنظف شنو أسوي؟ أرش ماي أول شيء زين، بعدين من أرش ماي أجي أرش وهم أرجع أرش، وبعدين أشيل إيدي ما أرش وأظل أسحب. تسحب الماي؟ إيه أسحب الماي. كل واحدة أسويها مرتين وأشيل إيدي، أول شيء أرش وأرش وبعدين أشيل إيدي وأسحب. كل ما كثر الماي بيها حتى تسحبه وتنشفه. بعد ما خلصت كلها سويتها ما أدوس ماي، أظل بس أنشف بيها. زين شوف الماي زين، شوف الماي ايش قد وسخ. واو ما توقعت انه يعني مو استخدام قوي. مو بس ترش مره واحده، ترش مره واحده وخلاص، لا يعني رشها نقعها وبعدين هم افركها. هاي الفرشه بيها هي هم تفرك زين وتنشف تسحب. هذا الماي هسه اللي سويته بس من هذا المكان؟ شغلي بس من هذا المكان هذا الماي؟ لا لا سويته كلها. هاي وهاي ال... هاي ما بس من فوق يحتاج. يا اوكي بس هذا بس وين المكان؟ يلا شغلي. على ما يخلص وعد انا راح انظف المرايات. طبعا كلهم النايت ستاند مرايات والدريسر عندي اياهم مرايات كلش احبهم، بس متعبين بالتنظيف، يحتاج لهم دائما تنظيف، خصوصا اذا كان عندكم اولاد راح تشوفون ايدهم وسخه ويمسكون. بس شو اسوي، انا اعشقها لاني اعشقها، فمتحمله عذاب التنظيف الها لانها شيء نظيف، يعني احسها شيء راقي، عرفتوا شلون. هاي طبعا ما جاية معاها، اشتريتها من امازون، وحتى ناين ستاند هذه اشتريتها من امازون. هسه هنا اجيت غرفة ايلان ويزن، اريد ارتبها. طبعا احنا شلنا الشراشف، قاعد اغيرهم، الصوت وعد قاعد ينظف بعد. هاي هنا انا ارسل على اجا. طبعا الخالة هنا تشياسة،
لان حتى لو حاطه بروتكتر من ايكيا وهاي جبنه ما يفيد، دائما كان يعني يذب الحليب، فلذلك هاي احسن طريقه حتى لو ذب الحليب ينشال ينمسح. اوكي ما يحتاج ان نشيله كل مره. هسه راح اخلي له الشراشف. اوكي وهاي ذا الشرشف مالت البلانكيت مالته لان غسلناها، وهاي شرشف جديد جبنا له. اللي سويته هاي الادراج الاثنين بيها قمصاني، شوف بس هاي قمصاني طلعتهم صراحه، انا حاطتهم هنا لان ما عندي مكان وما قاعد البسهم، انا نسيتهم، فما اعرف صراحه اطلعهم وخش نشوف شلون اعلقهم يمكن بالبيسمنت. ها ماما. اوكي 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 وناخذ استراحه من الشغل. اوكي شوف شنو سوينا اليوم، سوينا هو وعد اللي سوى اليوم. شوفوا سوى ستيك مش بوتيتو وشنو هاي وحركات. نعم وهنا بعد نشوف هاي شايلينها. اوكي وهنا عندنا ايلاني، شو تقول خلينا نصور وانت تاكلون؟ طبعا الماش بوتيتو رهيبه. بس شنو مكوناتها؟ لا حرام قول للمتابعين. اكثر شيء الزبد هو يحليها. وبعد هاي بينس وجزر. خليت شوي حليب؟ لا ما اخليها، انا اخلي حليب سائل شويه يختلف عن الزبد. وحبايبنا خلصنا تنظيفات، هاي كانت امس واليوم يوم جديد ثاني يوم، قاعد نتريق اكل مكسيكي. لو سمحت ممكن تشرح لنا صاحب الاكله؟ ان شاء الله. اول شيء نجيب هاي التورتيه. زين شو نخلي؟ بلاك بينز ويا بيض. يس. اول شيء طقون البيض بعدين تخلون عليه بلاك بينز. زين بعدين تخلون هاي افوكادو عليها سلانترو ليمون. زين شويه تشيز هيك، بصل، كزبره. اوكي ساور كريم. ساور كريم تخلون عليها هيك. عليكم بالعافيه. تجيبونها تبنونها يم حلبكم. ها وصار هسه لازم نختم الفلوج لانه ورانا الطلعه. انا ما فاضي. اوكي حبايبنا خليني انا اجي لكم، بما انه وعد مشغول بالاكل فانا راح اختم معاكم الفلوج لان عندنا طلعه. ترقبوا الفيديو اللي وراه طلعه ومكان يخبل. لا تنسون انكم تشتركون بالقناه وتسوون لايك وشير هذا الفيديو بين احبابكم واصحابكم. ونشوفكم على خير في فيديوهات قادمه. شاي حليب. باي باي.